تعالوا نروح على مو صلاح. مو صلاح تم 30 سنة زي ما كنا بنتكلم الأسبوع اللي فات. محمد صلاح بدون أي شك هو واحد من أبرز أيقونات الرياضة في العالم، بل هو واحد من أبرز الشخصيات العامة في العالم، مش بس في مجال الرياضة أو في مجال كرة القدم. الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر فيلم وثائقي عن مسيرة محمد صلاح باعتباره أسطورة. الفيلم جاي في إطار أنه الاتحاد الدولي بيحتفل بعيد عيد ميلاد محمد صلاح، العيد رقم 30. طبعا احنا عارفين محمد صلاح أحد نجوم منتخبنا الوطني الأبرز، وطبعا نجم ليفربول الإنجليزي برضه الأبرز ما شاء الله عليه. تم إنتاج فيلم وثائقي عن مسيرة محمد صلاح، وبداية من محمد في قرية نجريج في الغربية وصولا إلى العالمية. عايزين نفرجكم على برومو الفيلم ده. بس ما فيش حد عمل صدى وكان ليه تأثير مباشر على العدد ده من الناس بره مصر في رأيي زي صلاح. He is more than just a footballer. بعد محمد صلاح الدنيا اتغيرت. أول حاجة أنت مصري، الأهرامات، محمد صلاح. Like this guy is like Michael Jordan and Messi and Tiger Woods, like all at the same time. And it was like Prince or Beyonce were coming onto the pitch. 100 مليون واحد بره الاستاد في مصر بيحتفل. عايز يربي شعره بالشهور عشان يطوله. قدوة بكابتن محمد. World just can't get enough of Mo. كانوا الناس عادي يقولوا لي انت عارفه انت زي محمد صلاح في الكوره، فهم لما بيقولوا لي كده ببص قوي، لان هو برضه هو بينسباير كل الناس ان هي تحلم وان هي ممكن توصل لاعلى مستوى في العالم زي ما هو وصل. جوست عشان انا بحب الشخص دوت او متاثر بيه او هو قدوه بالنسبه لي. If I had to describe Mo Salah in one word, it would be humility. Hero. A spark for others. كفاح. Thank you for being an inspiration. The best footballer ever and the person that we admire so very much. خدتوا بالكم الكل بيتكلم على صلاح باعتباره ايه؟ ملهم. الفيلم اسمه مو أيقونة عالمية. هو مو فعلا أصبح أيقونة. مو فعلا أصبح حالة ملهمة. ملهمة بس في الكورة؟ لا، هي فكرة الإلهام لتحقيق الحلم. أنا عندي حلم وهحققه. الفيلم ده أخرجه أحمد أدري، هو مخرج هذا الفيلم. عايزين ناخد أحمد أدري على التليفون، هو موجود معنا يا جماعة. معنا أحمد، إزيك؟ أهلا وسهلا، إزيك أستاذ يوسف؟ عامل إيه؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ والله الحمد لله يا رب. يا أخي مبروك على الفيلم الحلو. ربنا يخليك، ده شرف ليا، واتمنى يكون عجب يعني جموع الشعب المصري. الفيلم ده استغرق مننا شغل كتير يعني، والحمد لله ربنا كلم مجهودنا وعملنا حاجه الحمد لله تليق بصوره الاسطوره العالميه كابتن محمد صلاح. طيب ما شاء الله. خليني بقى عايز اسالك على الحدوته من البدايه. انت تم اختيارك على اي اساس؟ كلموك ازاي؟ بدات تشتغل على الفيلم بقالك قد ايه؟ والله حضرتك الموضوع ابتدى من سنة تقريبا، بقالنا شغالين يعني من فترة الريسيرش لحد التصوير وتحضير التصوير لحد المونتاج اولموست اخذنا سنة. يعني خطبتني شركة تابعة للفيفا في مصر واختاروني كمخرج لهذا العمل. رائع. من ضمن كذا حد تاني يعني، والحمد لله اخذوا رؤيتي ان هم نقدر نشتغل عليها، فاشتغلت انا وفريق عمل مكون من يعني 20 فرد، ناس من اكتر الناس المبدعه في مجالات مختلفه في مصر، سواء في الانتاج والكرياتيفيتي وحاجات كتيره تانية كتيره. وقعدنا عملنا فتره ريسيرش واعداد كبيره جدا عشان نقدر نطلع بالمحتوى اللي حضرتك شفته بقى. حلو جدا جدا جدا. ابرز الشخصيات اللي اتكلمت في الفيلم عن مو كانوا مين؟ من مصر في طبعا كابتن عمرو نصوحي، طبعا يعني غني عن التعريف في مجال الكوره كفوتبول بلوجر، وطلع اتكلم بطريقه يعني معبره جدا عن مسيره محمد صلاح داخل وخارج الملعب. في طبعا برضو كابتن هدايه ملاك البطله الاولمبيه، طلعت برضو اتكلمت وعلاقتها بكابتن محمد صلاح وازاي ان هو اثر فيها بطرق ما يعني. وبره مصر طبعا الكاتب الامريكي الشهير جدا جدا الحاصل على جوائز عالميه كتير زي من نيويورك تايمز بيست سيلر مارك مانسون، صورنا معاه في نيويورك.
واخيرا برضه حد اسمه بي مايك. He's a very 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 famous visual artist في امريكا في نيو اورلينز. هو اللي رسم الجرافيتي العظيم لكابتن محمد صلاح في داخل نيويورك تايم سكوير اللي في امريكا. رائع جدا 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 جدا. طب احمد قول لي ايه ابرز الحاجات اللي انت خدت بالك منها او شفتها او اكتشفتها لو صح الكلام وانت بتشتغل على فيلم مو ايقونة عالمية؟ اولا يعني هو اهم حاجة في الفيلم ده استاذ يوسف ان هو بيتكلم عن محور مختلف جدا 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 عن كابتن محمد صلاح. احنا ما بنتكلمش ابدا عن انجازات وارقام كابتن محمد صلاح داخل الملعب لان العالم كله عارف مين محمد صلاح. احنا بنتكلم على الجانب الانساني، بنتكلم على الجانب ازاي بيلهم الناس سواء مصريين او عرب او اجانب. كل دي حاجات حضرتك محدش اتكلم عنها قبل كده ابدا، ولما الناس تتفرج ويبعدوا الناس كلها عن خلال حضرتك انها تتفرج على هذا العمل يعني عشان فعلا احنا تعبنا فيه جدا جدا. واتمنى انه يوصل لجموع الشعب المصري ان احنا نفتخر ان عندنا واحد زي كابتن محمد صلاح بيتعمل عنه اول دوكيومنتري على المنصه الشهيره للفيفا اللي اطلقتها جديده العالميه اللي اسمها فيفا بلس. هو ثق انه طبعا المصريين كلهم هيتفرجوا على الفيلم ده مما لا شك فيه، وانا اعتقد انه الفيلم هيحقق نسب مشاهده عاليه جدا. بس احمد دلوقتي انت اجرك خلاص كده خبط السماء، ما نعرفش نكلمك دلوقتي خلاص. لا والله كابتن يوسف عضله في ضيفي يعني شرف ليا وده احنا متشرفين بيك والله العظيم، شرف ليا اكون مع حضرتك فعلا. وكمان اسمع بقى يعني تعليقك بعد ما تتفرج عليه كده ان شاء الله. يا سيدي ده 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 انا استضيفك ونقعد نتكلم مش بقى مجرد تعليق، ده احنا نتنور ونتشرف بيك يا احمد. على راسي حقيقي. على راسي. لا لا ده انا اتشرف بيك، اشكرك الف سنة. الف شكر ليك، كل الشكر لمخرجنا المتميز احمد ادري. خد بالك انه لما الاتحاد الدولي بيقرر انه يعمل فيلم زي ده فهو اختار مخرج مصري، ده معناها ان هم اختاروا حد شديد التميز واثقين 100% في قدراته زي احمد ادري ان هو يعمل فيلم عن ايقونه عالميه بوصف الاتحاد الدولي، ودي حاجه مهمه جدا. طبعا احنا ندعوكم لمشاهده فيلم مو ايقونه عالميه واللي انتجه الاتحاد الدولي لكره القدم اخراج المخرج المصري احمد ادري.